لكن النقطه اللي بالنسبه لي انا وبالنسبه لكل الاهلاويه، النقطه اللي جايه هي الاهم. اللي عايز يمشي يمشي، ما عنديش مشكله، اللي عايز يمشي يمشي طالما عقده انتهى. فمن حق اي نادي اخر، زمالك غير زمالك، يتفاوض مع لاعيبه النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي في اي وقت، طالما هذا الامر هو امر قانوني. خلي بال حضراتكم، ولكن في نفس الوقت، في نفس الوقت النادي الاهلي من حقه ان يتفاوض مع اي لاعب في الزمالك او غير الزمالك في السله او طايره او يد او اي حاجه، طالما هناك عقد قانوني او زمن قانوني يقدر يتكلم فيه. دي حاجة واضحة جدا لكل الناس، أو أصبحت واضحة لكل الناس، مفيهاش زعل، طبعا مفيهاش زعل. ولكن لازم نفرق كجمهور النادي الأهلي ما بين حاجتين، ما بين لاعب أو لاعبة كل تفكيرهم في إن أنا عايز فلوس أو وحقهم. على فكرة أنا ما بقولش إن هم بيعملوا كده غلط، لا خالص، بس خليكم معايا للآخر. لاعب أو لاعبة حقهم إن هم يفكروا في الفلوس أكتر من أي حد تاني. بالنسبة لي قد يكون التفكير مختلف. طيب، وهناك أمثلة أخرى عرض عليهم أضعاف الأرقام اللي بياخدوها في النادي الأهلي وما وافقوش، ما وافقوش إن هم يمشوا من النادي الأهلي. يبقى إحنا هنا نعمل إيه؟ يبقى إحنا هنا دايما نبرز واحدة زي شروق فؤاد في الطايرة وسوريا محمد في السلة، دول اتعرض عليهم مبالغ أكتر من المبالغ اللي بياخدوها في النادي الأهلي، الضعف الضعف. طيب، إيه اللي خلى شروق وسوريا ما يسيبوش النادي الأهلي؟ لو في أسماء تانية يا شباب قولوا لي، إيه اللي خلى شروق وسوريا إن هما ما يسيبوش النادي الأهلي؟ إيه، بيحبوا النادي الأهلي وعايزين النادي الأهلي وواثقين في إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي خليهم، وطول عمرهم بيحبوا النادي، وده وجهة نظرهم. ما نبصش للأربعة اللي مشوا، وجهة نظرنا ما نبصش للأربعة اللي مشوا، اللي عايز يمشي يمشي. مايا دانا شوقي ومايا ممدوح وفريدة والعسقلاني ومريم متولي، مشيتوا شكرا، حق كل واحدة فيكم إنها تمشي. ولكن حق شروق وحق سوريا ان كل جمهور النادي الاهلي يعرف ايه اللي عملته شروق وسوريا علشان يقعدوا في النادي الاهلي.